فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب له في يوم الأربعاء بين الصلاتين. يقول جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توضيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. رواه الإمام أحمد. يقول: نعم الوقت، الوقت الدعاء يوم الأربعاء في نفس الساعة طيب، أما الدعاء في المسجد تروح للمسجد اللي يسمونه مسجد الإجابة لا، هذا ما له أصل، ما تروح للمسجد، لكن تدعو في أي مكان بهالوقت هذا. نعم. ويقول حفظك الله: ما المراد بين الصلاتين؟ ها؟ يقول: يوم الأربعاء بين الصلاتين، يقول ما المراد في هذا الوقت؟ ما أدري، يحتمل، يحتمل الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، يحتمل صلاة العصر وصلاة المغرب، يحتمل صلاة المغرب وصلاة العشاء، يحتمل هذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.